السلام عليكم. خلاص بشكل رسمي أسدل الستار على كل الراحلين عن نادي الزمالك، مفاجآت. وكمان عندنا حمدي النجاز رايح نادي مفاجأة، ودوري مفاجأة، وهل راح إعارة ولا بيع، وليه راح النادي ده تحديدا. وكمان عندنا تشكيلة منتخب مصر النهاردة أمام ليبيا، وكمان هنقول لكم التشكيلة اللي في دماغ وعقل كارلوس كيروش في المباراة التانية اللي في ليبيا بعد 3 أيام بإذن الله تعالى. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو زملكاوي فاكيد هيسعدني اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك زر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. خلاص اسدل الستار على كل الراحلين عن نادي الزمالك، مش هقول كل بقى الصفقات الجديده لان الزمالك ما قدرش يجيب صفقات الموسم ده. خلاص الراحلون، خلاص اصبح عمر كمال عبد الواحد الى نادي فيوتشر اعاره لمده عام، وكمان مروان حمدي راح اعاره لنادي سموحه برضو لمده عام، اعتقد مقابل 3 مليون جنيه. وعمر كمال عبد الواحد برضو اعتقد يعني يا 3 يا 3.5 مليون جنيه. تمام. طيب عاوز اقول لك كمان ان محمود شبانه نجم نادي الزمالك الجديد ما قدرش طبعا يتأيد، وفشلت المحاولات انتقاله للاسماعيلي خلال اللحظات الاخيره، وده موقف مش عاجبني من نادي الاسماعيلي. فكده محمود شبانه يا عيني مش هيلعب في مصر الا بقى هيشوف في شهر 1 هيقدر يلعب في نادي ايه، ولا هيلعب في دوري خارج مصر. فمحمود شبانه بصراحه يعني انا صعبان عليا وحظه سيء جدا، وهو يا عيني اللي شال الليله بتاعه القيد دي، وهو كان اكتر لعيب حظه وحش في كل اللعيبه الجديده اللي جابها نادي الزمالك. بالنسبه بقى لحمدي النجاز هو مطلب شعبي لجماهير نادي الزمالك ان حمدي النجاز ما يبقاش موجود. النجاز ما قدرش يروح بيراميدز لانه مش هيقدر يلعب على احمد فتحي، وفي نفس الوقت كان المصري عاوزه وكان معين الشعباني عاوزه، ولكن عشان مدرسة بنته والكلام ده كله فمش هيقدر يعيش في بورسعيد بسبب ظروفه الخاصة. وكمان كان هيروح البنك الاهلي، ولكن برضو الكابتن خالد جلال برضو في اللحظات الاخيرة ما كانش عاوز حمدي النجاز، او مش هيقدروا يدوله الراتب الكبير بتاعه. والقيد قفل خلاص في مصر، وكلنا منتظرين حمدي النجاز هيكون موجود فين الموسم الجديد. حصريا وفي خلال الساعات الاخيرة من صباح اليوم، حمدي النجاز خلاص اصبح لاعبا في نادي اهلي جدة السعودي. نادي اهلي جدة السعودي القيد في السعودية مقفول، والقيد في السعودية خلاص اتقفل، انما في قانون في السعودية وفي الدوري السعودي ان لما يكون عندك لعيب جات له اصابة طويلة واصابة هتقعد فترات طويلة ممكن تستبدله، دي حاجة استثنائية بشرط ان يكون اللعيب عنده اصابة طويلة هتاخد وقت طويل معاه. وده اللي حصل في الباك اليمين بتاع نادي اهلي جدة السعودي، اتصاب، جات له اصابة طويلة، وده كان من حسن حظ النجاز معاه وكيل شاطر زي حازم فتوح فقدر يعرضه على اهلي جدة. وبالفعل النجاز خلاص يعني بيوقع حاليا مع نادي اهلي جدة السعودي اعارة وليس بيع نهائي، اعارة وليس بيع نهائي لنادي اهلي جدة السعودي. دي حاجة كويسة ليه، الدوري السعودي دوري قوي، دوري متميز جدا جدا جدا، انه يلعب وياخد خبرات اكتر ويجهز كمان بشكل بدني وفني كويس، وفي نفس الوقت يحصل تهدية لينا كجماهير نادي الزمالك اللي احنا مش قابلين ان حمدي النجاز يرجع تاني. من ساعة ما حمدي النجاز رجع نادي الزمالك وتحس ان وشه بقى شوم على فرقة نادي الزمالك. تعالوا بقى يلا بينا ندخل على المباراة المهمة النهاردة والتشكيل المتوقع لكارلوس كيروش لمنتخب مصر امام ليبيا. النهاردة الساعة 9 مباراة لا تقبل القسمة على 2، مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم. مصر لازم تكسب ان شاء الله بإذن الله بعد مشيئة ربنا، مصر لازم تكسب ليبيا عشان تقدر تكمل مشوارها في تصفيات كأس العالم. ليبيا طبعا المركز الاول ب6 نقاط، مصر المركز الثاني ب4 نقاط. عندنا مباراتين مهمين جدا جدا جدا، مباراة النهاردة على ارضنا، والمباراة الثانية بعد 3 ايام اعتقد يوم الثلاث هتكون في دولة ليبيا الشقيقة.
عرفت ان كارلوس كيروش حاطط مفاجآت في التشكيل النهارده، وحاطط التشكيل على حسب هو عاوز ايه من المباراه، سواء المباراه دي او كمان المباراه الثانيه اللي تشكيلها برضو قريب جدا جدا جدا، وقدرنا نعرف ايه اللي في دماغ كارلوس كيروش في مباراتي ليبيا. النهاردة التشكيل فيه مفاجآت ما كناش متخيلينها. النهاردة محمد الشناوي هيبدأ في حراسة المرمى بنسبة كبيرة بعد جلسة الصلح اللي تمت ما بينه وما بين الكابتن عصام الحضري وكارلوس كيروش، طبعا توسط فيها الكابتن ضياء السيد والكابتن محمد شوقي، وقدروا انهم يقنعوا كارلوس كيروش ان محمد الشناوي يبدأ النهاردة مباراة منتخب مصر، وكمان نصحوه ان الموج ما يبقاش عالي عليه، كفاية شريف وقفشة وكفاية الدنيا هيجة على كارلوس كيروش، فمش ناقصين بقى محمد الشناوي والدنيا تهيج اكتر والكلام ده كله، وحارس مصر الاول، وهم اصلا عاملين هالة على الشناوي اللي هو مستواه زي مستوى ابو جبل بالظبط، ولكن محمد الشناوي النهاردة هو اللي هيحرس مرمى منتخب مصر. في الدفاع النهاردة هيكون اتنين اللي هم المدافعين الرئيسيين الاساسيين الممتازين بتوع منتخب مصر، احمد حجازي والونش. على اليمين هيبدأ باكرم توفيق على حساب احمد فتحي، عشان خاطر اكرم توفيق هو ممكن اللي يجيد الحتة اللي هي مصر هتبقى بتهاجم، فهو محتاج لعيبة تروح وترجع تروح وترجع، وده اللي هيقدر يؤدي الدور ده اكرم توفيق بشكل كويس نظرا للياقته البدنية والسن الصغير كمان مع منتخب مصر. على الشمال هيكون احمد ابو الفتوح، بيجيد طبعا المهام الهجوميه وبيجيد الاوفرات وبيجيد اللعب على الخط بشكل كويس جدا والسرعات والكلام ده كله. اتنين ديفندرز في نص الملعب النهارده في مفاجاه مدويه، محمد النني وعمر السولية. طارق حامد النهاردة قاعد احتياطي، واللي انا عرفته ان كارلوس كيروش مش عاوز يتعب طارق حامد، عشان مخلي طارق حامد للمباراة اللي جاية اللي في ليبيا، اللي هي بنسبة كبيرة انت هتعتمد على التأمين الدفاعي، فطارق حامد واحمد فتحي هيتم الاستعانة بيهم في مباراة ليبيا اللي هي في ليبيا، فالنهاردة كيروش عاوز النني والسولية هم اللي يهاجموا وهم اللي يعملوا الواجب الهجومي، فالنهاردة هيكون النني والسولية اتنين ديفندرز في نص الملعب، ثلاثة تحت راس الحربة لا غنى عن افضل لاعب في العالم محمد صلاح، وعبد الله السعيد في البلاي ميكر، وفي الشمال المفاجأة النهاردة اللي بيلعب مكان رمضان صبحي وهو عمر مرموش، ورأس الحربة مفيش غيره مصطفى محمد هو اللي بيلعب رأس حربة النهاردة. التشكيل ده هيتغير في مباراة ليبيا القادمة اللي هي هتكون في دولة ليبيا، اعتقد هيبدأ بأحمد فتحي وهيبدأ بطارق حامد، وهيبدأ كمان بنسبة كبيرة بأيمن أشرف بدال أبو الفتوح في حتة الباك الشمال دي عشان خاطر التأمين الدفاعي، فكارلوس كيروش مجهز اتنين سيناريو، سيناريو لمباراة اليوم وسيناريو لمباراة ليبيا اللي هي هتكون في ليبيا ان شاء الله. بإذن الله كل التوفيق لمنتخب مصر انهم يكسبوا النهاردة ويكسبوا مباراة ليبيا القادمة عشان نتصدر المجموعة ونصعد بقى للدور التالي في تصفيات كأس العالم ان شاء الله بإذن الله. وصلنا للنهاية، لو الحلقة عجبتك فأكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة، تفعيلك زر الجرس، وأكيد هيسعدنا دعمك بلايك وشير للفيديو. أشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.